مستمتع. بدنا نقعد هون هون نقعد نقعد ولا لا واقفين هنا هنا سجل. انت من انت بتختار؟ انا سجلت خلصت. هلا ايش وش ابي؟ اي اصبر اصبر صايف صوت صوت استاذ فايدي. طيب ابو علي تفضل هنا لو سمحت. استاذ فادي والله لا تعلن الاسم اكتبه بس الفائز. اوكي طيب اوكي الكوادر تمام. طيب اول شيء تشكرون جميعا على الشغل الجميل شباب. والله قاعد افكر بخصص يا شباب. وشو بخصص ابو علي تبغى درجة الجمهور؟ طيب الله يعطيكم العافية جميعا. ربع ساعة بالله دبلنا ربع ساعة. شباب 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 فترة بسيطة سويت اشياء جميلة بشغلكم يا ابو علي وشيف جابر. مهما كانت الجلسة حبية وودية وكذا الا انكم قاعدين توصلون رسائل للشباب السعودي حبيبي. ان الشغل اللي مثل هذا عليه منافسات كبيرة وشغل جميل برا وفي ناس قاعدة تتنافس عليه. فبيض الله وجهكم على المجهود اللي انتم قاعدين تسوونه. شكرا لكم ابو الاستاذ فادي. تقييمك بشكل عام اللي شفته هنا واللي شفته هنا؟ شوف على عجاله بس عشان ايه انا بس بدي انطلع. لا لا مش حقول اسم. انا حنطلع بس من موضوع انه يعني انا وقت بسافر بسافر لحتى ادوق الاكل. يعني بحب روح على البلد اللي انا فيها ادوق الاكل تبعها. ما بحب يعني ما بحب اشوف روح اكل عند مطعم معروف عالميا. بحب اكل بمطرح له علاقه. هذا الشيء شفته عند ابو علي اكثر من هون. مش حاحكي عن الطعمات طبعا الاثنين مبدعين. بدك استرسل الحكي بعد؟ لا لا خلاص بس انا بيك تقول اللي هنا وهنا ولا تقول الاسم. ايه عطنا ايه اوكي بعد شوي بعد شوي كيف. بالنسبه لي انا صراحه الشيف جابري يتفوق في التنوع وطريقه التقديم. طريقه التقديم صراحه مثل ما قالت ام تركي موسى العين تاكل العين تاكل قبل صبعك تاكل العين تاكل قبل فاتفوق بالشكل هذا. الجميل بابو علي انه قاعد يقدم اشياء محليه برضو نوع طريقه جميله جدا استاهل. ابو علي نوع حلو التنوع بقلب الاكل عنده التنوع. التنوع جميل التنوع جميل. تقييمك انت لا تقول اسم قلنا كذا وكذا نسبة. لا اللي شفته بالصحن هنا واللي شفته هنا نفس ما قلت انت جابر. شيف جابر نوع بالاكل والسلطات الاضافات الجميله وابو علي بعد ما قصر نوع باللحم والدجاج والمندي والمضغوط صح؟ لا لا ايش ما في مندي وايش؟ مندي وبرياني ودجاج على الفحم بالبهارات الخاصه. البهارات الخاصه حقت ابو علي ولا ننسى بعد تقنيه الشيف شيف جابر. لكن انا عندي اشكاليه بس عند الشيف جابر النظافه مش ذاك ال الله عليك. طاوله ابو علي كانت وزيد على زي ليك شباب ابو علي كانوا ملتزمين اكثر. يعني في مطرح في مطرح انتم مسؤولين شباب. عنه لا اسمعني محمد محمد اسمعني لا تخرب عليه. في مطرح انتم خربتوا عليه للشيف جابر لانه تركتوه لحاله وانتم قاعدين عم تنشدوا معنا هونيك. كان مفروض تدعموه. يعني ما مش مسموح يكون هو الشيف تبعكم انتم فريقه ما حدا منكم قطع معه خيار. هو عم شكشك لحاله كان الشيخ. هيدي نقطة تحتسب عليكم. لا لا معايا ديب معايا. طيب طيب وصلنا الان وصلنا الى فترة اعلان النتيجة. مخرج عطنا بالله صوت دقات القلب وارفعها خلي تهدى نجلس ربع ساعة. شباب هلا حبيبي عطنا صوت دقات قلب تناقش اصبر افا شوف حاجة تحت انا روح بنخلي غازي على الاخير. لا 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 انا بعلن الاسم هو اللي فاصل يعني اللي يجيه اسمين هو اللي فايز. اوكي طيب وين دقات القلب يا طيب؟ يوه عرفته اقوى قلبي اعلى طيب نغمة ابو كاتم بالله. طيب احنا ثلاثة فاكيد في صوتين ضد صوت واحد. دقيقة لا يقدر يصور ما يقدر يصور ابو هذا قوي انا لا يجيك واحد من هنا يحرك يجيك واحد من هنا ياكل وقايل ارفع الصوت ارفع الصوت استاهل
تستاهل والله. سلطات ما له علاقه بالاكل. لا والله تستاهل. والله يستاهل والله. يستاهل انسان ساكت وللاسف الشديد. الصنير العملي في السلطات المعموله والسلطه الاجنبيه انا ما اشتريتها، انا بشتري الاكل الشعبي. طيب بعدين بالعكس ممكن عشان تضرب جابر وانت كيفك. طيب يلا يلا نسمع الصوت اقوى شوي. ليك تعال اسف حافظ على قديمك جديدك ما بيدوم. طيب كيف انا نضحك انت تتوتر هنا. ارفع صوتك تراص مش بكفي انه الملح قليل بالنسبه لي. طيب اول من راح يبدا راح نعطي امتياز اعلان الفائز في هذه الليله التي لا تنسى. استاهل. راح نعطي امتياز غازي مطيري، راح يعلن الاستاذ فادي، بعدين انا، والختام مع غازي مطيري. استاهل. ابيك تعق. يلا صوتك طيب عطني صوتك. تفضل استاذ فادي. انا حقول ليش اخترت ابو علي. لانه التنوع كان بقلب الطبق السعودي بحد ذاته. هونيك كان في اطباق اجنبيه، انا اذا كنت معزوم على هيك عشاء عند ببيت عادم ما حاكل الاطباق الاجنبيه، حاكل بس الطبق اللي بالنص، والطبق اللي بالنص ما شفت فيه تنوع قد ما في تنوع هون. يعني هون كان في عندي مجموعه الخضار المطبوخه بقلب الاكل مع مجموعه الدجاج مطبوخه بطريقه مختلفه ولحم بطريقه مختلفه، فانا بشتري طبق ابو علي. والله عليك. يعني الصوت الاول يروح لابو علي. نعم. ايش فيك كانك بعزه انبسط. عادي. كل هذا توتر؟ لا والله. كل هذا توتر يا ابو علي؟ عادي. طيب برضه شو اضيف الى انه ما معقول يعني اضيف ابو علي ما خلص سبب اضيف الى انه فريقك كان متجانس معك اكثر، كانوا الشباب نضاف. لا تطرق يعني خلصت الطبخه المطرح اللي يجي من هنا يحرك وليد ما ترك كل شيء لا جالي بقي. فانا بقترح انه انت عملت الشغل الافضل فريقك. طيب بالنسبه لي ما ادري يمكن اللسان يتعود على طعم معين وعلى طريقه معينه، مع ان شيف جابر سوى اشياء حلوه اللي هي التنوع طريقه التقديم، يعني اللي ما له نفس يجي ياكل. اما ابو علي تفوق باللي هو البهارات الجميله والاكلات الاصيله و ارفع شوي ارفع بالنسبه لصوتي لن يكون صوتي لوحدي، صوتي وكل صوت زملائي الذين عانوا على مدى طويلة الواقع. صوتي ايوه راح يذكر في برامج الواقع القادمه كلها. الله الله كيف لمتسابق يقيم من يدعي النجوميه. يا سلام شوف جاتك على طلب الذهب. هدوك ايه هدايا لذلك هدوك هديه تستاهل ابو علي. سم انت معلمنا وكبيرنا اللي ما نستغني عنه حبيبي. القديم باقي والجديد ما ندري عنه يا ابو علي. الله المستعان. عرفت شلون؟ طيب ترى مو فقط المطبخ. لا 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 اصبر والله جتني يا ولد هديه من ربي. اي والله. فلذلك يا ابو علي استشفع. ابو علي بيني وبينك عيش وملح. اكيد. وعشره طويله. عادي ما بس يمحيها ما يمحيها يوم ولا يومين. حبيبي. لذلك ابو علي انا ما اقدر اخونك وصوتي يروح للشيف جابر. طيب شباب طيب صوت ابو علي وصوت الشيف جابر لذلك يفرق صوت واحد واحد نقطه نقطه. كلامي مع فادي وكلامي مع وليد نفس الشيء اللي قالوه لكن صوتي راح يفرق. ايوه والفائز معنا اليوم صلوا صلوا على النبي. ارفع الصوت يا كنترول. خلوا حماس الطعم تنوع شباب هذا الدفتر مثل مين ايش شباب. ارفع الصوت يا كنترول. انظر الله فوق الفائز. وين الكاميرا هذه؟ الفائز معنا اليوم هو الشيف جابر الكبير ابو علي. Come on, 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 come on
فاكر الهزيمة يا جابر يا جابر والله لا 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 والله هلا اجلس اجلس حبيبي.